الله يا معبود يا ذا عليك الاتكال اكفنا قوم الضلال من يطيعون المنافق وامير الكاذبين في بلاد الرافدين افسد الامه وطاعه وهجها للشباب وانفتح للشر باب منهم اللي تبت افكاره وتبت يديه قام يذبح والديه ولا ذاك المدمن اللي تفجر في البقيع والعرب شافوا جميع ما استحى من الله يا ناس ولا من الرسول واتضح غسل العقول يالله وانا طالبك ذلهم في كل دار واجعل ابنهم دمار بلغوا سلمان بن عبد العزيز عندي